عم بلش ايه دكتور؟ عادي بلش بلش. انا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الداخل انا بصفحة الوالد، فلهذا يطلع لكم فلاح حسن، لانه هو انا دكتور حسن فلاح سبيشالست راديولوجي. راح نبلش اليوم محاضرة انترودكشن تو تشيست ايمجينج، نحكي عن المقدمة بالنسبة للراديولوجي فيما يخص التشيست. كبداية التشيست اكس راي، الباك جراوند انفورميشن لازم نعرف المريض لما يجينا شنو الهيستوري مالته، الكلينيكال هيستوري. انديكيشن اكثر شيء تجينا بالميديسن والانستيزيا، العمليات الجراحيه على المتكهرب والسيرجري. اليوم عموما حق الكلام راح يكون حول التشيست اكس راي. اهم شيء الريكوستنج اللي يجينا يكون نعرف الايج، زين المريض السكس مالته. اهم شيء نعرفها اذا كانت بريجننت لو لا، ما نريد نعرض المريض الراديشن. نسأل على ال ام بي بحيث حتى لو هي مثل بروحها بريمنت نسألها على ال ام بي مالتها. فنبني الاستماره قبل ما ندخل بالاكس راي، لان نعرف الراديشن هذا شيء خطر خصوصا على الفيتس، رغم انه هو الراديشن بالنسبه للاكس راي يعني اقل من غيره. يعني لو قارنا بالسي تي سكان لا هواي اقل، يعني تشيس اكس راي اذا قارنا بالتشيس سي تي سكان فتقريبا دكتور دكتور, دكتور دكتور بس بلا زحمه، المحاضره كصوره ما طالعه يمنا. ايش عجب؟ مش عجب والله دكتور، طالعت لنا الملفات يعني انت من فتحت بس ما طالع المحاضرة. ارجع عليها الكلام الجديد، جربها شوفها دكتور. والله ما اعرف، هذا سكرين شيرنج قاعد يقول لي. زين انت ما عندك المحاضرة؟ ما عندنا والله، ما وصلتنا، بس عندنا مال العام. بس هي تقريبا مثل مال العام، بس سلايدين ثلاثة غيرتها. بس هاي مكتوب يو ار سكرين شيرنج، انسان المفروض مشارك بيها. بس اوقف في خل اشوف، خل اعيد لك الشير وشوف لي يا بالله. تمام تمام دكتور. بشر هسه دكتور، هم طلعت بس الملفات، هي هسه الشاشه طالعه يمنا بس يعني المكان اللي فتحت منه بس الملفات والملف مال المحاضره وعنوانها، بس كصوره سلايدات ما واصلتنا. هسه يا دكتور، دكتور زين هسه تنفتحت المحاضره باوربوينت قدامك؟ قدامي مفتوحه. اي زين، اي ملفات ثانيه مفتوحه بالجوه يعني بالهاي ستها؟ خلي بس الباوربوينت مفتوح. لا دكتور ماكو، هسه ماكو اي صوره، ماكو يمنا. دكتور ابدي ابث محاضره العام وشوفها، بس خلينا نحاول اخر مره لين نسوي الشغله ما طلعت. هاي هسه
تمام دكتور، تمام وصلت. هسه مقدمها طالع والله كبرتها. ماشي الامور؟ اي نعم ماشي الامور. تمام دكتور تمام. ماشي الامور. يلا يلا. هاي الصوره ترى مو صورتي انا، بعدي شباب. هاي مال الوالد. انترودكشن تو تشيس ايمجين. نبدي من نفس المكان اللي حكينا عنه. بالنسبة للريكوستينج المفروض هذا يكون الريكوستينج بالايج مال المريض، اسمه والسكس ميل او فيميل، واهم شيء نتاكد بريجننت لو لا فيما يخص الاكس راي. طبعا لو كان غير شيء لو مثلا ام ار اي نتاكد اذا عنده بيس ميكر، اذا عنده اي حديد. بالاكس راي لا، اهم شيء بس قضية الحمل، هاي اهم شيء يهمنا. نجي للتشيست اكس راي. شلون يعني شلون نعرف بي اي او اي بي وشلون نعرف اللاترال؟ بالنسبة للبي اي والاي بي، الاكس راي ينحسب من المكان اللي تدخل منه الراديشن. الراديشن منين يدخل وين يطلع؟ فاذا دخل من الباك وللانتيريور فاز على بي اي. البي اي بالنسبه احنا ان الراديشن هو افضل من الاي بي فيما يخص الكاردياك سايز، اذا نريد نعرف اكو كارديوميجالي ولا لا. بينما بالاي بي لا، يطلع عندنا ماجنيفيكيشن، فدائما احنا الصوره نعتمد عليها هي البي اي. الدنسيتي هسه راح نحكي عنها. طبعا الدنسيتي ما بين البون اللي هو اسود والحد الاير هو بلاك، ما بيناتهم الوتر والفات. هذه هسه صورتين مختلفات، هذه تي اي لان الراديشن جاي من الباك للانتيريور، وهذا اي بي لان من الانتيريور للبوستيريور. قلنا البي اي هو الستاندرد اللي دائما نسويه. شو وقت نسوي الاي بي؟ لما يكون المريض على سديه وحالته ارجنت امرجنسي، فنسوي الاي بي بحيث المريض ما يقدر يغير البوزيشن مالته. بس قلت لكم بالاي بي نحاول ما نعتمد على السايز مال هارت. اهم شيء راح نبدا شلون تشيس اكس راي، نعرف المواصفات مالتها. اهم شيء نشوفها بالميد لاين لو مو بالميد لاين. بالميد لاين ناخذ خط على الاسترنم ونحسب البعد ما بين الميديال سايد مال الكلافيكل بالبوست سايد، فنعرف السنترال لو لا. هسه بالنسبه ان هذا مو سنترال لان رايح لجهه واحده، جهه اقرب من جهه. التكنيكال فاكتور ايضا كلش مهم على مود نعرف هل الاكسبوجر اوفر لو اندر. زين المفروض هاي الصوره مبينه اندر، مبين من الاير تشو، وحتى ما مبين عندي حتى الربس من كلش واقع. فهذه اندر اكسبوجر. الشغلات اللي نشوفها البيشنت ديتيلز، نشوف الايج والنيم مالته، نشوف الهول تشيست انكلودد خصوصا الكوستوفرينك انجل والابيسس مال اللنج، نشوف البنتريشن هذا قلنا اندر، نشوف الروتيشن حكينا عنه اذا هو ما روتيت لو سنترلايز، ونشوف انه يكون بالفول انسبيريشن لو لا، لان دائما الصوره تنخذ بالفول انسبيريشن. ودائما نحاول نشوف الماركينج. ليش؟ ما نقدر نعتمد انه هذا الهارد هنا فهذا رايت، مرات يكون هو ديكسترا كاردي، فدائما نشوف الماركينج وين اللي هو عاده حتى اذا ما انكتب يكون بالرايت سايد. مثلا ساعدنا هاي الحاله، هذا الماركينج الار بينما الهارد هنا هاي ديكسترا كاردي. اوكي؟ الانتربريتيشن مال تشيست اكس راي. اول شيء نشوف اذا اكو اني ابنورماليتي نحكي عنه. نشوف اللنج فيلد كلها تكون واضحه، حكينا قلنا الابيسيس اهم شيء نشوف اذا اكو بها اني باثولوجي، والمهم خاف اكو نيوموثوراكس. نشوف الكوستوفرينك انجل، لان دائما الكلور اكويجن يسد لنا على الكوستوفرينك انجل. نشوف الهارت والسايز مالته، وهم مالتين راح نحكي عنه. ونشوف الميدياستاينم، الميدياستاينم هو الجزء اللي ما بين اللنجز، صح الميدياستاينم هم مالتين راح ناخذ تفاصيل. نشوف الهايلر ريجن بالبوث سايدز، ونشوف الدايفرام وشنو بنيد الدايفرام. هنا أنا هذا الجاز بابل بالستومات، هذا نورمال. ونشوف الدايفرام بنفقين نحن بيجي طلبات هسه في هذا شوية أخر الحكي. ونشوف البونز والسوفت تشو، هاي كلها راح نجي عليها بالتفصيل. لهنا الأمور واضحة إن شاء الله. نعم دكتور. اهم شيء بالراديولوجيست وحتى بالطبيب العادي يسوي كومباريزن للبريفيوس فيلم. دائما المريض كنت نساله عندك افلام قبل، عم نشوف اكو اي تغييرات او ماكو اي تغيير. الدنسيتيز الموجوده عندنا هن 4
الكالسيوم اللي هو الابيض والاير هو الاسود، وما بيناتهم هو الووتر والفات. الووتر اللي هو مثلا البلد اللي بالهارت، والفات اللي موجود هنا الجو. فهاي دنسس كنا نعرفها. اكو شيء بالراديولوجي اسمه السيلوت. شو هو السيلوت؟ السيلوت لما انا عندي هنا هذا ووتر وهذا اير، الخط اللي ما بيناتهم هذا صفر السيلوت، سيلوت ساين. بس هم نجي نحكي عنه، هذا يميز لك اذا اكو تو ديفرنت دنسيتيز وحده بصف اللون. من يختل من يصير اي عندي باثولوجي وتختفي هذا السيلوت، انصح لها نون سيلوت او انصح لها سيلوت ساين. بس راح نجي ناخذ عليها امثله. وهذا هذا الريجن هسه نقول ليش نركز عليها، لان اكو واي باثولوجيز بنشوفها بيها. الاير برونكوغرام حماتينا بالسلايدات الجايه. اهم شيء عندنا الميدياستاينم شلون نقسمه. هواي تقسيمات له. الاشهر تقسيم هذا التقسيم الاول نسوي ايماجينال لاين هنا وهنا، بحيث هذا يكون البوستيريور والبوستيريور ميدياستاينم، هنا ميدل وهنا الانتيريور ميدياستاينم. الفوقاهن هو السوبيريور، الصوره الجايه اوضح هذا اللي تعتمد على الهارت. هنا الريال هارت هو الميدل ميدياستاينم اللي وراء بوستيريور، اللي قدامه انتيريور، الفوقه سوبيريور. شنو الاهميه بالتقسيم مال ميدياستاينم؟ دائما اكو باثولوجيز مختلفه بالميدياستاينم ما بين السوبيريور والانتيريور والميدل والبوستيريور. فلما نعرف الباثولوجي وين، كل بارت الى ديفرنشال دايجنوزيس معين. هاي الأهمية مالته. هذه أنا تبيكال بارت، هاي بعدين أنتم تراجعوها زين. يعني التراكية بون سنتر الكلافيكلز السكابيولر الأورتيك نانتر ليف برونكاس الهايلر ريجين والديسيندينج ايرف والأسيندينج وغيرها. وهذا اللي بعده الراديوغرافيك اناتومي. هذه يعني مجرد على موضوع واحد يعرف التاشيرات. هذا الاي هو الرايت فيسترد، هاي التراكي، هذا الرايت مين برونكاس، البوستيريور بيكون هذا هو البوستيريور موجود، هذا هو البوستيريور واللي ذاك الانتيريور والليفت مين برونكاس، وهذا الكوستوفنيك انجل. كلش مهم نباوع الكوستوفنيك انجل لان هو هاي المكان الديبندنت اذا كان عندنا بي اي فلويد، وراح نحكي عنه. الميدياستاينم هاي البارس بالميدياستاينم الاورتيك سوبيريور فينا كابل بالمنري ارتريز الانفيريور هارت بوردر والسوبيريور هارت بوردر اللي يكون الاشهر. هذه بالنسبه ان اذا اكو اير بالليفت سايد هذا عادي مال الاستومك، بينما هنا بالرايت لا، اذا اكو موجود شيء نصيح نصيح بالنيوموبيريتونيوم اللي هو الاير بنيت دايفرام. هاي كنت دائما انتبه لها. نجي للاناتومي مال اللنجز. كنا ندري ان الرايت لنج هي 3 لوبس، الابر واللور والميدل، بينما الليفت يكون دي ابر لور، ومكان الميدل اكو لينجولا هي بارت من الليفت ابر لوب. نجي شلون راح نعرف نقسمها زين، شلون نسوي التقسيم، شلون نعرف الباثولوجي وين بالاكسل. بالهايلر ريجن كلش ننتبه عليها. هي شو الهايلر ريجن؟ بها البرونكاي، بها البلمان ارتي اند فينز، بها البرونكيال ارتيز اند فينز، بها الليمفاتكس، بها النيرف. فلهذا هذا الكروس سكشن، هذه الهايلر ريجن. عندنا الهوريزونتال فيشر والفيرتيكال فيشر. نيجي نحكي عن البرونكاي. البرونكاي تدرون التراكي على مستوى تي 4 5 راح تنقسم الى رايت وليفت. الرايت برونكاس تكون وايدر شورتر وستيبر، طولها تقريبا 2 سي ام، بينما الليفت يكون نروار ولونجر ومور هوريزونتال واللون لينث 5 سي ام. لهذا لما خصوصا بالاطفال لما يجي فورم بودي انهيليشن وين يطب غالبا؟ يطب الرايت. ليش؟ هم ستيبر وهم ماتينا وايدر، فلهذا دائما نتوقع دخول الفورم بودي بالرايت اكثر من الليفت. هذا خذوها قاعده عندكم. هذه الصورة هذا 3 دي سي تي سكان، هذا طبعا بالاجهزة القديمة، بالجديدة هواي تطلع احلى. هاي بس حطيناها عشان الواحد يراعي السي تي شلون يطلع بها الريب كيج. نجي بالاكس راي، اكو شغلتين مهمة. اول شيء الراديو اوبيك هذا اللي هو بيور ريفيوجن اللي هو الوايت، والراديو ريسنت اللي يكون بالسواد مالته اكثر من لانك، هذه انفكزيمتس ولا هذا يكون دائما من نجي للوصف نقول راديو اوبيك او راديو ريسنت. الراديو اوبيك تو وايت والراديو ريسنت تو بلاك.
السمري مال دنسيتي الاير هذا الاير البونز هاي بين قدامكم الووتر مثل هارت وعندنا هذا التشو اللي هو فات هذه الفور دنسيتي نشوفها اير ووتر بون وتشو السيستميك ابروش دائما نباوع عندي مثلا بالبونز نشوف الريبس الاسترنم السباين شولدر جيردر والكلافيكل نشوف اذا اكو فراكشر اذا عندنا هيستري مال تروما ونشوف اذا اكو اي ريجولارتي ننتبه عليه باللانج اناتومي نشوف التراكيا واضحه الكارينا زين الرايت والليفت مال البرونكاي السكندري برونكاي الترجري مو عاده مدني بالاكس راي والبرونكيولز والأفيرو دكت والأفيرو إذا آخر أربعة ذني بالسيتي بين الأوضح بالأكس راي ما عارف إنه بين نجي للانج أناتومي هذه هسه اللانج قدامكم هذه هي الرايت لانج هذا الأبر هذا الميدل هذا اللور بينما بالليفت لانج عندنا السوبيريور والإنفيريور والإنفيريور كومبارت من الأبر أي باثولوجي على مود نعرفه رايت ليفت كود أي بي نشوفه وإذا رجعنا نعرف يا لوب عندنا ال بي أي وعندنا اللاترال على مود نعرف احنا بهذا الليجن بيا جهه وبيا لوب بفضل. البي اي فيو عندنا هذا الفوق من الرايت ابر والميدل هذا الميجر فيشر من فوق لجوا وهذا الماينر فيشر هسه نجي نشوفه هذا الميجر فيشر زين والماينر يكون مو كلش واضح احنا نكمل هذا بالنسبه للرايت ان هذا الرايت ابر رايت ميدل والرايت لور الماينر فيشر separate the right upper from the right middle and these represent the visceral pleural surface of both of these tips هذا نشوفها الان والاورينتد اوبليك اللي هو اطول هذا يفرق لنا الابر والميدل عن اللور هاي بالنسبه للرايت هذا باللاترال هذا الرايت ابر لو منا مقسوم براسة الميجر فيشر ومنا بالماينر فيشر اللي هي احنا مرات كنت من جنري بس احنا نعرفها يكون رايت ابر لوب اوكوباين ذا ابر ثير او ذا لانج هذا والبوستيريور رايت ابر از اجت انت ذا فيرست 3 تو 5 ريبس اللي هي مناني وانتيريورلي يكون الحد البوردر مال الفورد انتيريور هذا رايت ابر الرايت ميدل لوب هذا الشكل مالته بالضبط بحيث يكون هذا فوق الرايت ابر ومنا الميدل typical smallest of three and appears triangular in shape being narrowest near the hilum واسع منها هذا معظمه ما اخذته رايت لور اللي هو هذا ميجر فيشر هذا كله ياخذه رايت لور زين اللي هو تقريبا هو يكون اللارجست واللوبس كلها بالليفت سايد عندنا ميجر فيشر عندنا الابر لوب واللور ما عندنا مثل عندنا بارت واللينجول اللي هو بارت من الابر هذا هو الليفت شوفوا شوفوا بارت منها هو اللينجولي وهذا الجواب هو الليفت هذا الليفت لور فهمتنا اكبر شيء هنا اللور لوث هنا اكبر لوث من ذات اللوث قلنا لكم انا ودي اعرف الباثولوجي كنت اشوف البي اي عم بعرف الباثولوجي رايت لو ليفت وباللاترال من اشوفه اعرفه بيالو يعني البي اي يحدد لي ويتش سايد رايت اور ليفت بينما اللاترال يحدد لي ويش لوث يعني اثنين المهمه هذا الرايت ابر بالتي اي هذا الرايت ابر باللاترال هذا الرايت ميدل هذا الرايت ميدل هذا الرايت لور هذا الرايت لور هذا الليفت لور وهذا الليفت لور هذا الليفت ابر وذ لينجولا اللي قلنا بارت من الليفت ابر هذا الليفت ابر لينجولا اذا بدنا ننزل لينجولا واحده هذا اللينجولا زين هذا الاناتومي اللي حكينا عنه التراكيا رايت مين برونكاس الفلمري ارتري بالهايلر ريجن وهذا الليفر والستومك وهذا الخطوه الدائره هذا اللاترال تشيس اكس راي هاي اناتوميكال لاند ماركس واحد يقدر هم الحين يشوفها نجي لل على مود واحد ما ينسى بالاكس راي من تجيب فكر ب اي بي سي دي اي الاي هو الابيسيس عم نشوف النيوموثوراكس البي على مود نشوف البونز والسوفت تشو اذا اكو اي فراكشر والدنسيتي مالتها السي هو الكاردياك شادو والكونسوليديشن الكونسوليديشن راح نحكي عنه الدي هو الدايفرام على مود نشوف جوا اكو نيوموبريتونيوم ولا لا الاي هو الايج اوف ذا ايمج دائما الايج تنسوها يعني شوف تشيست شوف ويا الشولدر خابي شيء شوف جوا الكوست اوف رينج شوف الابدومين وياها فهذه هي الاي بي سي دي اي اللنج اب نورماليتي نحكي عن اول شيء باللنج اب نورماليتي
اللي هي الفوكال باثولوجي. لو راح نجي ورا شوي نحكي على الديفيوز. اهم شيء عندنا هو الكونسوليديشن. شو يعني كونسوليديشن؟ كونسوليديشن معناها انا عندي فلويد صار بالالفيولار. زين الفلويد راح يطلع ابيض والماس هم بيض. شو راح اعرف انه هذا كونسوليديشن لو ماس؟ الفلويد من يجي دائما اير برونكو جاي تبقى فيسحبونه اير برونكو جرام بين السيوف خطوط السيوف متطوره تكون كلش واضحه. هذا كونسوليديشن وليس ماس. اكثر كوز يسوي كونسوليديشن هو النيومونيا. اكثر كوز زين ويكون نان يونيفورم شادوينج وبي اير برونكو اير برونكو جرام. هذا هو كونسوليديشن اللي هو هذا غالبا لما نجي كونسوليديشن نيومونيا تلبرو اذروايز. فطبالي هسه هنا عندنا هذا الاكس راي. هذا عندنا كونسوليديشن بالرايت لوور ريجن. هذه ما نيومونيا. نجي نرجع لل السيرات ساين. حكينا عنها السيرات ساين. قلنا اذا عندنا اي اورجن قريب على اورجن ثاني اكو خط بيناتين هذا هو السيلوت. بالباثولوجي يضيع فنقول اول المفروض صح ولا نون سيلوت، بس اللي تعرفنا عليه بالراديولوجي نقول هاي صار في سيلوتينج. سيلوتينج يعني اختفى النورمال مارجن اختفت. هسه نشوف شلون. هنا أنا مثلا هذا السيلوت ساين. هسه هذا الكيس شنو؟ هذه عندنا اير برونكوغرام كونسوليديشن بالرايت لور باير هون هاي بينما نيومونيا. شوف الفرق اللي كان ما بين فوق موجود ما بين اللنج والهارت اختفى. هذا سحر السيلوت ساين. الفرق اللي صار هنا بالكوست اوف رينج انجل اختفى ما بينه وبين الدايفرام. هذا السيلوت ساين. فالسيلوتنج هو وحده من العلامات انه موجوده عندنا باثولوجي كان يكون كونسوليديشن او غيره. هاي خلوها ببالكم. اكثر شيء ما بين الاير والسوفت تشو فتجي ما بين اللنج والهارت واللنج والدايفرام. ذاك الفوكال. نجي للديفيوز راح نحكي عنه اكثر. الديفيوز لنج ديزيز اللي هو ياخذ اللنج كلها. عندنا نوعين انترستيشال والفيولار. اليوم راح نحكي عن الانترستيشال. الانترستيشال اللي هو يكون نون هوموجينوس اند انكلود فيريس باترنز سوتش از لينير سبتال ميلياري ريتيكولونادولار نودولار هونيكوم شادوينج سيستينج اند بريبرونكيال كافين اند ذا جراوند جلاس باترن. طبعا الجراوند جلاس باترن اللي هو يجي شويه طقعه مثل الضبابيه صح ولا جراوند جلاس اللي هو اشهر شيء هسه بالجراوند جلاس هو الكورونا فيروس. بس الكورونا احنا نشخصه شويه بالاكس راي غالبا بالسي تي نشوف جراوند جلاس هذا دلالات الكورونا فيروس. زين care is necessary to avoid mistaking normal vascular marking. ليش؟ لان الفصلز هم تبين خطوط. شلون نعرفها؟ هم راح نجي نحكي عنها. فهذا الانترستيشال لونج ديزيز مثل ايش؟ قلنا يجي ريتيكولار خطوط ريتيكولار نودولار ويا نودول صغار او بس نودولار وسبتر وبرونكو فاسكولار فاسكولار. هاي الباثولوجي بالانترستيشال. نجي هنا مثلا هذا انترستيشال نودولار ديزيز مبين كلها نقاط نودولز صغار وحتى نقدر نعتبرها نودولار او ريتيكولار نودولار. اخذ تريتمنت اختفت تماما. هذا طبعا اشهر مثال المن للملياري تي بي. تجي نقاط طبعا هذا بالسي تي كلش واضح تشوفون هاي النقاط كلها كلش واضح. هذا ميلياريتي كيس او ميلياريتي. نجي على النوديولز. اخذوا قاعده اي شيء اي ماس باللنج جوا 3 سي ام هي نوديول فوق 3 سي ام هي ماس. هاي قاعده هذا سواء بالاكس راي او بالسي تي. نشوف السنجل اور مالتيبل انتفرط. نشوف البوزيشن السايز الشيب الكونتور والمارجن مالتها. وبعدين نشوف الدنسيتي والراديو اوبستي مالتها. دين تعتمد مرات هي شير يعني طلقه وداخله مرات لا بفرجي عادي. نجي لللنج ابنورماليتي من كمل الكوين ليجن. شنو هو الكوين ليجن؟ الكوين ليجن يعني شيء مثل كوين دائري يكون راوند ليجن انكريت اوباستي. اكثر شيء يجي هو الماس يجي كوين ليجن. زين الكونسيل
is that this represent cancer, several other causes. مرات يكون assess إذا بيها calcification لولا, the age well defined لولا, ونشوف إذا أكو another lesion. هذا يسمح له coin lesion. قلنا هذا إذا كان mass then يعتبر CA تربو otherwise. نجي هنا هذا coin lesion. هذا coin lesion. من يجي coin lesion نجي واحدة وصافي. عندنا three differential diagnosis أساسيات. Bronchogenic CA, hidatid cyst, ولنج metastasis. عادة المتاسس يجي multiple. عادة الهيتاتد يجي مرات هيجي مرات يجي في air fluid level. وقول bronchogenic هذا bronchogenic ناخذ منه هستر. هذه أهم differential والقلمان المتاسس اللي تجي. اللي يكون more than 3 cm. أكو شيء اسمه cavitary lesion. Cavitary lesion يكون دائري وفي air fluid level مثل هذا ومثل هذا. من يجيك air fluid level يجي ببالك اول شيء complicated hydatid او abscess او عندنا هذه نادره مو هواي قليل شيء بس حطها ببالك cavitating tumor زي squamous cell carcinoma والcavitating pneumonia اللي هي الستاف والجزيلا بس اكثر شيء بالنا هو complicated hydatid والabscess هذا هو الكافيتري ليجن الموجود باللنج كافيتري ليجن الايروي ريتنس اوردر اللي هي تكون ديفيوز ونشوف اكو ريديوسيت اكثر ايش من الكرونيك برونكايتس الكرونيك اوبستركتيف ايروي ديزيز الاسما الامفيزيما زين والكولابس والبرونكيتس هذه الايروي ديزيز هذه طبعا يعني بصراحه بس نقدر نقول عنه انه هذا فد كرونيك كونديشن ما نقدر نحدد وتشز يعني برونكايتس لو سوى اي صعبه بالاكس راي بس نقول ان اكو ريديرسنسي زايده وهذه يعني تمشي البرونكايتس او الكرونيك او ستريب ايرويز مثل الاسما والانفيزيما الاسما هي وحده هذا كرونيك اسما عندنا هايبر انفلونسي وريديرسنسي بالبوست سايز فيمشي اكثر شيء الكرونيك اسما بس قلنا لكم الاسما يعني كلينيكال دايجنوستس مو راديولوجيكال يعني نربط هذه بيجي الانفيزيما هاي انفيزيما ولو وجدت كلش مو واضحه اللي هو عباره عن ريدريسنسي اير صاير انسايد ذا جروب اوف فورمالين سيز كاركترايز باي بيرمننتلي لارج اير سبيس ستوب تو تيرن اور رون تور اكومبانيد باي ريفرسبل ديستركشن اند دايتيشن اوف ذير وول هذه انفيزيما سبولايتيس هذه برونكيكتسيس شنو البرونكيكتسيس هو الريفرسبل دايليتيشن بالبرونكيال وول تري يوجوال اسوشيتد وذ برونكيال وول ثيكني تجي ريكرنت نيومونيا وهيموتس هنا أنا مو كلش واضحه بس هي مبينه اكو دايليتيشن بس هي كلش واضحه شكون هاي السوادات هاي كلها عباره عن البرونكيول دايليتيشن تقولها برونكيكتسيس برونكيكتسيس مثل نجي للفاسكولار باتر الفاسكولار باتر عندنا طبعا بالفسلز نشوف الفسلز بالميديال سايز مال التشيست مال اللنج كلش واضحه قل في الميدل ثيرد وتختفي باللاترال ثيرد اذا شفناها واصل لاترال ثيرد فهذه يسمحوا لها بالمنري بليثورا اللي هي ديو تو انكريس بالمنري فاسكولار فلو سين ان كيس اوف ليفت تو رايت شانت مثل اي اس دي في اس دي وبي دي اي اكو عندنا بالمنري اوليجيميا بالعكس يقل الفاسكولار ماركينج ديو تو ديكريس بالمنري فاسكولار فلو سين ان بالمنري ارتري سينوسيس عندنا البالمنري امبرسن طبعا هذا بالسي تي مو بالاكس راي وذر انفولفد سيجمنتنج برانس اور مين رايت اور ليفت بالمنري ارتري هذا البالمنري امبرسن مو بالاكس بس المهم نقول هذا بليثوريك او اوليجيميك بس هنا عندنا بليثوريك وهاي عندنا هنا اوليجيميك ما بين حتى الوسط هنا هسه هاي عندنا واحده من الحالات بالمنري بليثوري وكارديوميجالي يعني ما حاصل لها حد شيء البلورال افيوجن احنا عندنا السبيس ما بين البلورال والبارايتال والفيسرال بلورا يا اما يكون يعني اذا الزياده بالسوائل مثلا البلورال افيوجن او اذا اي نصح له ذاك يوم صارت البلور افيوجن شوف الباثولوجي الكوز هل هو ترانسيتيف اوكسيديت والتريتمنت مالته اما دايجنوستيك تاب ناخذ منه نشوف شنو او ثيرابيوتيك او تشيك سيلر يعني حسب الوضع مالته اذا ما نقريت او سيفير زين هذا هسه البلور افيوجن اهم علامه نقول اوكسيكيورنج اوف ذا كوست اوف رينج انجل هاي علامه البلور افيوجن زين الفلويد راي انجلس او الانيشال لوس اوف كوست اوف انجل والمنسكس منسكس يعني بين هيك علامه المنسكس الى هاي منسكس و لوس اوف هيمدايفرام بعد ما نشوفه
ونو اير برونكوغرام. ليش عندنا فرق عن من عن كونسوليديشن مال النيومونيا؟ هذا ما في برونكوغرام بين فلويد، هذا ليث سايد بلورال فيوجن. بلورال فيوجن السلو فاسيفيكيشن بلورال فيوجن كونسوليديشن او كولابس او ماسيف تيومر او فايبروثوراكس او كومبينيشن اوف ابوف ليجن او نيومونكتومي مرات هو لنج شايلها او شايل لوب منها او لنج اجينيسيس عندنا اتروفي بوحده من السيجمنتس. البلورال فيوجن از اكسس فلويد ذات اكيوميليتس بين ذا تو بلورال لايرز ذا فلويد فيلد ذا سبيس ذات سراوند ذا لنج. Excessive amount of such a fluid can impair breathing by limiting ejectimary and the shortness of the breath. وبالاكسراي سويت تعرف انه هذا بلور فيوجن. شنو الفلويد الموجود؟ غالبا يعني هو سيروس فلويد هيدروثوراكس او قد يكون بلاد اذا عنده هيستيماتوما خصوصا اللي هو الهيموثوراكس. الكايل اذا كايلو ثوراكس او باس بايو ثوراكس او بايين. احنا نقول عنه بلور فيوجن لان ما راح نقدر نفرق عنه. طبعا هنا هاي كيس مال بلور فيوجن. تشوفون obscuring the cross of rank angle meniscal sign وعندنا دائما deviation مع mediastinal او غالبا اذا كان moderate او اكثر اذا ما بين للانذر سايد. فهنا عندنا mediastinal deviation للرايت سايد فهذا left side pure effusion. نجي للمهم الثاني هو pneumothorax. اذا اكو air نصيح للpneumothorax air in the pleural space التايب مالته اكو close واكو open اكو tension. المهم التنشن هذا حاله طارئه لازم بسرعه نسوي له درين على من يفرغ لها. الكوز مالته اكثر شيء بالانجري وغيرها. هذا كيس اوف رايت سايد نيوموثوراكس. ايضا نشوف مرات حاله بتنشن يكون عندي ديفليشن بالميديستاين او نعرف انه هاي حاله طارئه. زين لم كولابس داون تو اتس ايدج سين هنا ماكو لانك شو بحيث اكو ضغط على اللنج. نو لانج ماركينج هنا شو راح نعرف هنا اكو ماركينج مال لانج هنا انا ماكو. هذه علامات واكو ريديوسنس كلش واضحه فهذا نيوموثوراكس. ونشوف اذا اكو ميديستانال شيفت. هسه انا ما عندي ميديستانال شيفت بس مرات يجي وياه هم ميديستانال شيفت الانذر سايد. هذا كيس مال بلاس لانج وياها نيوموثوراكس. از ان ابروم كولكشن اوف اير اور غاز ان ذا بلور سبيس ذات سيبريت ذا لانج فروم ذا تشيست وول اند ويتش مي انترفير وذ نورمال بريثينج. هذا نيوموثوراكس. هذا كيس مال نيوموثوراكس كلش واضحه. هذا تنشن طبعا هذا طارئ كل بسرعه لان من اول شيء نشوف ريدورسنسي deviation مال الميديستاينال عندنا حتى الهيميدايفرام بعد ينزل هاي كلها مال ليفت سايد تنشن نيوموثوراكس. هذا بالسيتي كلش واضحه عندنا بالسيتي هنا النيوموثوراكس. هنا ايضا ايضا هذا رايت سايد نيوموثوراكس تشوفون اليودنسي كلش واسعه نازله على صاير عندي فلاتنج بالهيمادايفرام وبعد ديفيشن للميديستانم للانذر سايد. هذا رايت سايد تنشن نيوموثوراكس. النيوموثوراكس كلش مهم واحد ينتبه عليه لان العلاج مالته ارجنت. نجي هسه نسولف على الهارت. الهارت شلون نعرف السايز مالته؟ نجي نرسم خط بالميد لاين ناخذ الماكسيموم دايمنشن بالرايت سايد الماكسيموم دايمنشن بالليفت سايد. لازم نحطه يعني مو خط واحد لان مرات بالليفت يكون على ليفل معين وبالرايت على ليفل والماكسيموم. بعدين ناخذ من الايش تو ايش مال الثوراكس لازم نعرف بعدين. طبعا هو كل ايش له خصوصيه بالكارديو ثوراكس ريشيو بس الغالب العام انه ما يعبر النص ما يعبر 50%. هذا الاي لاين والبي لاين نجمعهن بعدين الماكسيموم ثوراكس هو السي ونسوي المعادله. هذا الاي والبي A و B والطول كله هو C. هذا C ونقسم A على C اللي المجموعة هذه على هذه نعرف كيف الثراسك راشيو المفروض ما يعبر 50% غالبا لأنه هذا المفروض تعرفه على H. Cardiomegaly means increase in the cardiac width cardiac thoracic ratio CT ratio cardio thoracic ratio المفروض ما يعبر 50% إذا عبر نقول عليه cardiomegaly. نجي هذا cardiomegaly generalized cardiomegaly واكو وايد مشهد دايماس عادي. هنا انا هسه هذا كارديك 18 الثراسك 30 اذا هذا الريشيو اكثر من 50% هاي كيس اوف كارديك. البرونكو باسكال ماركينج حكينا عنها انه لازم بالميدل ثيرد تكون واضحه زين بالعفو بالميديال بعدين بالميدل شويه نص ونص وبال السلسله الاخيره تكون مختفيه. هاي اهميتها هسه راح نجي نحكي عنها على البلمري اوريجيني والبلمري بريفير. هذا هو الصحيح اللي يكون هنا واضح كلش هنا اقل هنا ماكو. البلمونري ادما هما تنقول بالاكس راي ننتبه لها. Fluid accumulation in the air space and parenchyma of the lung it lead to impaired gas exchange.
either failure of left ventricle of the heart, يعني الهارت بدأ يدفع قوي اللي هو cardiogenic pulmonary edema, or injury to the lung اللي هو non-cardiogenic pulmonary edema. هذه هي heart failure بين pacemaker وبين pulmonary disorder وبعد عدة دور إكتوجين. هسا راح نحكي عنها شو راح يسبتل كيرلي بي لاينز نحكي عنها شنو أهميتها هاي بالإير اللي سامع pulmonary edema. والأبر لوب دايفرشن, شنو الأبر لوب دايفرشن؟ عادة الفينز ما pulmonary veins باللور اكثر من الاخر, بالبلمر القديمه لا يبين عندي هنا واضح في صحوه الاقر لوب دايفرشن واحده من علامات البلمر القديمه. والبيزر شادو وين يشوف الاكو كلورال اكوجين والبربرونكيال كافين هم راح نحكي عنه. هذا هو كارديوميجالي, قاعد كارديوميجالي زين. هذا هو كارديوميجالي دايت بس راح نحكي عن كيسات اوضح من هذه. وهذا الأبر لوب دايفرشن ده شوف البسلز بالأبر زين كلش هواية أكثر من العادي بينما هو المفروض ما يكون موجودة تقريبا. الكي فايندينج بالكارديوميك بلمري أوديما الكيرلي بي لاين, كيرلي بي لاين هي عبارة عن لاينات كلش صغيرة موجودة باللاترال ثيرد عمودية على الكورة بس راح نشوف. يوجوال نو مور ذان 1 ملم ثيك اند 1 سم لونج بيربديكولار تو بيور سيرفيس. نشوف بيورال فيوجن عادة يكون بايلاترال باليمين أكثر, وإذا يكون لاترال تلقاه دائما باليمين. نشوف فلويد بالفيشر ثيكنينج ونشوف بالبرونكيال ثيكنينج في الكافنج العفو. الهوفجرايزيشن اوف سمول دو نوت شيب رينج اور بريزنت